الكرام، مرحبا بكم في حصة جديدة من سلسلة دروس عن بعد. أولا سنقوم بطقوسنا الاعتيادي يا أطفال الصغار. سنتعرف على تاريخ اليوم. البارحة يا أطفال الصغار الأربعاء، اليوم الخميس الرابع، ضرب هنا أربعة، صفر على يسار الرقم يقرأ 4 يونيو 2020 يونيو. الآن أطفال الصغار سنقوم بتحديد هذا التاريخ على اللوح. انظروا جيدا إلى أيام الأسبوع. إذا اليوم الخميس، نعم الرابع من شهر يونيو، وهو خامس شهور الميلادية. الآن أحبائي الصغار انظروا جيدا، فنحن لازلنا في فصل الربيع، وقد اقتربنا من انتهاء هذا الفصل ودخول فصل جديد إن شاء الله. أما بالنسبة لحالة الطقس فكما ترون الجو مشمس. انظروا جيدا أطفال الصغار إلى هذا الحرف الجديد، هذا حرف الياء، هذا حرف الياء. الآن أطفال الصغار هذا الحرف نجده على شكلين، يا يعني إما صوت الياء أو المد، صوت أو المد. انظروا إلى هذه الكلمة أطفال الصغار، يا سا مي نو، يا سا مي نو. هنا كتبت صوت الياء مع مد بالألف، هنا نطق الياء، نطق نطق يا يا، نطقت بالياء يعني هنا صوت الياء، لكن انظروا هنا يا سا مي نو، لم أنطق بحرف الياء، يا سا مي نو. هنا عندي حرف الياء لكن لم أنطق به، إذن هنا مد، يا سا مي نو، هذا المد يسمى مد طويل مي نو. الآن أطفال الصغار بعدما تعرفنا على حرف الياء بشكلين، حرف الصوت والمد، صوت الياء ومد بالياء، نعم سأقرأ لكم هذا النص يا أطفالي، استمعوا جيدا كيف أقرأ هذه الكلمات، يا يا حملوا، يحملوا، يا سيروا، يا سيروا، فر فر شاتا، الرسم بيده. سأعيد قراءة هذه الجملة، يحملوا، سأحد مقاطع كلماتي هذه تسهل عليكم أكثر، يحملوا، يحملوا، يسيروا، يسيروا، فر فر شا فر شا تا، الرس الرس، مي بي يا دي هي، نعم. إذا ماذا يحمل ياسر؟ نعم يحمل ياسر فرشاة الرسم بيده، أحسنتم. سأكمل قراءة النص أطفال الصغار، يرسم ياسر في ورقة بيتا بيتا قرب ينبوع جميل يخرج منه. سأعيد قراءة هذه الجملة أحبائي، يرسم ياسر في ورقة بيتا قرب ينبوع جميل يخرج منه الماء الصافي. إذا ماذا يرسم ياسر؟ يرسم ياسر في ورقة بيتا قرب ينبوع جميل يخرج منه الماء الصافي، نعم سأكمل، وقربه زهورا وحيوانات لطيفة تدور حول
حول الينبوعي. نعم، هذا ما رسمه ياسين. فكما ترون في هذه الحصة انتقلت معكم إلى النص، إلى قراءة النص، لأننا قد أكملنا الكتاب، سنمر إلى دراسة بعض الحروف التي لا توجد لدينا في مقرر، وهذا هو حرف الياء أطفال الصغار. أتمنى أن تقرأوا هذا النص وتستخرجوا منه صوت الياء، صوت الياء. انظروا إلى صوت الياء أطفال الصغار هنا مع الفتحة، وهنا مد بالألف، وقد كتبته باللون الأحمر. وهناك من حرف الياء أحطته باللون الأحمر لأنه هنا مد، هنا مد. انظروا جيدا، يخرج هذا صوت لكن هذا مد، مد طويل في، لم أنطق الياء. إذا أطفال الصغار، إلى حصة مقبلة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.